مع رسول الله فيديو جديد. السعادة عادة بنبحث عن السعادة أهم حاجة، لأن فعلا أكتر الزمن ومشاكله والحياة ومش كده اللي هو الإيه الأحزان والآلام والاكتئاب. فأحسن حاجة الواحد يجي على السعادة عادة. السعادة لها وسائل كتير، يعني شوف وأنا طالع فوق السطوح لي عشة فراخ صغيرة بسميها المزرعة الصغيرة، أهي هتلاقي هنا أهو أهو الدجاج بيقابلنا بيرحب بنا اهو، كله بياتي اهو يصبح اجري يا جدع اجري يا جدع، كانهم بيقابلوك ويستقبلوك هني، هم عارفين ان احنا بناتي بطعام وشرب اهو، جايبين بعض القطع معي اهي. السعاده عاده اهو، كله بيزغرط اهو، كله بياتي اهو اهو مصور صوف. سبحان الله سبحان الله، سعاده عاده. ادا ثلاث وزاد بس بده سعاده اهي، وادا دجاج كانه جاي يستقبل ويقول فين اهي، الله هات هات البم هات الهم. فالسعادة عادة في أصغر الأشياء تجي بتسعادة.